الناس برضو محتاجة تطمن على أربع لعيبة الفترة الأخيرة كان عندهم مسألة إصابات عضلية إجهاد وهل ممكن يلحقوا المباريات اللي هتنطلق بإذن الله يوم الجمعة عندك الاتحاد سكندري الجمعة عندك الثلاثة اللي جاي زي النهاردة هتلعب مع استاد ابيجان في نفس التوقيت برضه دلوقتي الساعه 6 على استاد القاهره بعدها باربع ايام عندك ماتش 1 ديسمبر بعدها هتسافر جنوب افريقيا عندك ماتش مع اورلاندو بايرتس لا انت داخل في مراحل حاسمه مباراتين ثلاثه في الدوري على ماتشين في دوري الابطال على سفر لقطر مباريات كاس فيفا انتر كونتيننتال فما فيهاش هزار انا عايز اطمنكم ان هناك جا يعني معلومه مؤكده عن جاهزيه امام عاشور وحسين الشحات وياسر ابراهيم لماتش الاتحاد السكندري الناس تقول يعني جابت الثقه دي والكلام ده مؤكد عايز اقول لكم رامي ربيعه امبارح كان يقدر يلعب المباراه الوديه. امبارح كان يقدر يلعب المباراه الوديه، ولكن مارسيل كولر فضل يمنح رامي ربيعه راحه من وديه الامس، ليه؟ عشان يكون جاهز لخوض مباراه الاتحاد السكندري. يعني رامي ان شاء الله باذن الله هنشوفه على ماتش الاتحاد طبيا باذن الله ما فيش مشاكل. الجهاز الفني يقدر يستفيد برامي ربيعه في مباراه الاتحاد السكندري، اذا احنا دلوقتي بنتكلم على امام عاشور جاهز، ياسر ابراهيم جاهز. رامي ربيعه باذن الله كمان جاهز وحسين الشحات جاهز. المشكله كلها ومش مشكله المتابعه الطبيه في الساعات اللي جايه هتكون مقتصره فقط على حاله وسام ابو علي ونشوف نتيجه الاشعه بعد الكدمه اللي تعرض لها في مشط القدم مش في الركبه وبالتالي في الساعات اللي جايه هنطمئن على جاهزيه وسام وباذن الله ان شاء الله نتيجه الاشعه تكون كويسه وايجابيه وتبقى اللعيبه كلها جاهزه للمراحل اللي جايه لان زي ما قلت لحضراتكم ترتيب المباريات وتوقيت المباريات جاي في مرحلة حاسمة ودي الجزئية اللي امبارح الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيها مع اللعيبة عندكم تحديات ثلاثة مهمة في الفترة اللي جاية المنافسة في الدوري وتجميع النقاط في بداية المسابقة مهم جدا عشان شكل الدوري مختلف عن الأعوام الماضية المنافسة في دوري أبطال أفريقيا ومباراتين مهمين جدا في الانطلاقة للحفاظ على اللقب وأنت حامل البطولة حامل كأس البطولة والحاجة الثالثة التحدي اللي هينتظرك في قطر بعد أيام انا مش بتكلم مباراه ولا حاجه او بطوله بعد شهرين ثلاثه ده بعد ايام نهايه الشهر ده هتسافر على قطر عشان تستعد ان شاء الله لبطوله كاس التحدي ولما لا نوصل فاينل باذن الله ان شاء الله ومواجهه الريال على استاد لوسيل